وانظر لقوله سبحانه: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولذا كان من أعظم الدعاء ما ضمنه الله جل وعلا في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا يشتمل للهداية في العلم والعمل. ولذا ذكر الله طائفة أنعم عليهم بالهداية إلى العلم والعمل، فكانوا ممن يقتدى بهم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ثم بيّن أنهم يدعون بمجانبة أهل طريقين: طريق من كان عنده علم لكنه لا يعمل بذلك العلم بل يخالفه، وطريق من رغب في العمل لكن لم يكن عنده علم صحيح فكان من الضالين.